مرحبا بكم على قناة التاسعة في موعد جديد من هنا الآن. كالعادة في مسهل لقاءنا نذكركم بطرق التفاعل والتواصل معنا على باج التاسعة تي في على فيسبوك، على هاشتاغ هنا الآن على تويتر، تابعونا على شان يوتيوب التاسعة وعلى سيت انترنت التاسعة بوان تي في. كالعادة منطلقنا بالعناوين. أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء تصل مجلس نواب الشعب، أكثر تفاصيل مع مختلف الهياكل القضائية وأيضا مجلس نواب الشعب. خلاف بين قائد طائرة وفني ينتهي إلى إلغاء 17 رحلة في تونس. بعد شوية ضيفنا سيد معز بن رجب المدير العام المساعد الفني العملياتي بشركة الخطوط التونسية لأكثر تفاصيل. مرحبا بكم مجددا ونرحب بضيوفي في الاستوديو، السيد فيصل البسليمي رئيس نقابة القضاة التونسيين، مرحبا بك. مرحبا أمينة، شكرا على الاستضافة. شكرا لك أيضا على قبول الدعوة. أيضا سيدة هاجر بالشيخ أحمد عضو مجلس نواب الشعب عن آفاق تونس، مرحبا بك. يعيشك وشكرا على الدعوة. شكرا لك أيضا على قبولها. والسيدة لميا الماجري عضو الهيئة الإدارية لجمعية القضاة التونسيين، مرحبا بك. شكرا على الإضافة. شكرا لك. والسيد صلاح البرقاوي عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس. بالفعل، مرحبا بك. شكرا على الدعوة وتحية ليك ولكل الزملاء الحاضرين وللمتفرجين في قناة التاسعة. مرحبا. قبل ما ندخل في نقاشنا مع ضيوفنا اليوم من مجلس نواب الشعب، من نقابة القضاة، من جمعية القضاة، نشوفوا الفيتير هذايا حتى نقفوا أكثر على حقيقة هذا الوضع ونعود نرجعوا نتناقشوا بأكثر تفاصيل. إضراب حضوري بيومين بدا يوم أمس الأربعاء للقضاة بدعوى من جمعية القضاة، احتجاج على مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء وظروف عمل القضاة. الإضراب هذا اللي يشمل كل القضاة دون استثناء. أزمة قطاع القضاء اليوم هي محل درس ونقاش صلب مجلس نواب الشعب، خاصة مواصلة أعضاء المجلس رفضهم لحلول الحكومة التعديلية في الجانب التشريعي وبتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. الحل هذايا إذا كان ما يجيش من هموما باش نوليو وقتها مجبورين مرغم من اخاك لا مطل باش نوليو البرلمان يتدخل ونمشيو في المبادره هذه نتاع الحكومه. فرصه اخيره موجوده اليوم، المبادره التشريعيه في طريقها، لكن تعرفوا اللي كونه الحكومه تنجم تسحب المبادره هذه لو اتفق القضاة، ينعقد المجلس الاعلى للقضاء وفما التزام حتى نجم نتكلم باسمه انا سيد رئيس الجمهوريه، يقول كل من ينبثق عن الاطار الدستوري والاطار القانوني انا سوف التزم به. خلاف اليوم بين الهياكل القضائية المختلفة من جمعية القضاة ونقابة القضاة، آمرين في إيجاد حل توافقي تحت قبة البرلمان. تحية لزملتي خولة بن قيس على هذا التقرير، ونرجع للاستوديو ونحب ننطلق مع مجلس نواب الشعب فيما يخص هذه المبادرة التشريعية الجديدة لتنقيح القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 28 أفريل 2016. نبدأ معك سيدة هاجر بالشيخ أحمد عن كتلة أفاق تونس بمجلس نواب الشعب. أنت مع هذه المبادرة التشريعية وتعتبر أنها يمكن أن تكون حلاً لإشكال إرساء المجلس الأعلى للقضاء في تونس؟ نعم، هي مبدئياً أنا مع المبادرة لأنها بالنسبة لي بمثابة الجرعة الأخيرة اللي باش نعطيوها المريض يحتضر. وأحنا راهي معركة استقلالية القضاء معركة الناس الكل، ما فماش ما يتزيد حتى حد على حد في معركة استقلالية القضاء. ولكن اليوم عنا معناها مشكل، عندنا فراغ مؤسساتي كبير والدولة عندها مسؤولية في ملء هذا الفراغ المؤسساتي. احنا اليوم هذه المبادرة هذه انا اعتبرها الجرعة الأخيرة التي يمكن ان تنقذ هذا المريض الذي يحتضر. احنا ما فيها باس كان يتفهموا القضاة كما قالوا، كنا نسمعوا في السيد وزير العدل والبارح كان ضيفنا في اللجنة، معناها ما فيها باس نمشيو في حل معناها ما بين القضاة ما بين الهياكل القضائية ونسعى إلى توحيد الآراء وتوحيد المواقف ويزينا من التشتت والانقسامات، لأنه في نهاية الأمر هذا مش مصلحة معناتها ما في مصلحة حتى حد. لكن اليوم احنا قدام أزمة، وأزمة شديدة
وفي عوض نقعد ونترشقوا بالاتهامات شكون تسبب في الازمه ولا احنا اليوم الازمه موجوده وانتهى وقعت وانتهى. المفيد اليوم هو كيف يمكن الخروج من هذه الازمه دون معناها القيام باخطاء جديده ودون تشتت وانقسامات. تعتبرين وانه اليوم حل تشريعي مبادره من السلطه التنفيذيه تنظر فيها السلطه التشريعيه يمكن ان تكون حلا للقضاء بطبيعة الحال اللي هي سلطة أيضا أخرى هي سمحني هو السلطة القضائية باش تخدم هي تخدم بقوانين تصدرها السلطة التشريعية. المجلس الأعلى للقضاء كيف سيتم إرسائه ولا تم كيفاش تم الانتخابات مو بقانون أساسي هذا لا يعتبر. أنت توا نقصت المرحلة أخرى نحكيه في الفرق بين تنظيم القضاء وتسيير القضاء. أنا مذبية نقعد ساعة من حيث المبدأ قبل ما ندخله في من حيث المبدأ أسألتك من حيث المبدأ سلطة في علاقة سلطة بسلطة أخرى معنا. شوف قبل ما نمشي في علاقة سلطة بسلطة خليني ننطلق من مبدأ التفريق بين السلطات ما هذا هو المنطلق. مبدأ التفريق بين السلطات اللي هو أساس النظم الديمقراطية واللي تنبني عليه جميع الديمقراطيات يعتمد على ثلاثة مبادئ: التوازن، التعاون والرقابة. وهذايا اليوم يعني أنه المجلس التشريعي هو سيكون يعني باش يصدر قانون يكون فيه حل ل معناها إرساء ماهوش بالعكس هو سعي إلى إيجاد انسجام طيب بين جداً. السلطة التنفيذية واضح. والسلطة القضائية خبية. في نفس اللجنة تشتغلوا مع بعضكم سي صلاح البرقاوي أنت عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ما كمش في نفس الموقف في مجلس نواب الشعب مع أفاقة في هذه النقطة على الأقل في المبادرة التشريعية هو ساعة نحب نذكر برك فقط سامحني سي صلاح ما فماش موقف نتاع كتل اليوم أي فما حتى انشقاقات في كل الكتل فيها اختلافات. مواقف متباينة تفضل سي صلاح. أنا لاني مع زميلتي لا في التوصيف ولا في الحل خاطر إذا كان نقولوا المجلس على القضاء يحتضر وهو مازال كولد ومازال ممكن ما وقفش على ساقيه احنا نستنوا أنه يوقف على ساقيه ممكن أنا نحاول نشده بيده باش يمشي إذا كان احتضر معناها يا خيبة المسعى والخدمة هذه كل والحبال اللي حبل بيه الأحلام الناس والمجلس اعتقادي أنه توصيف مبالغ فيه شوي. بالنسبة للحل احنا ما نشوفوش من ناحية مبدئية كذلك انه تجي سلطة باش تدعو سلطة اخرى باش تسيرها ولا باش ترسي المجلس هذا من خلال دعوة من رئيس المجلس لسبب بسيط في انه دستور بيدو ينص على التفريق بين السلطات وما يمكنش ان تتداخل الامور هكا ثم شبهة عدم دستورية في المبادرة الموجودة. من ناحية اخرى نشوفوا انه المبادرة هذه قد لا تكون فيها حتى جدوى. علاش نتصوروا في ودام دخلنا نحن تو في الفعل وردة الفعل نتصوروا انه السيد رئيس مجلس نواب الشعب ادعى قضاة المجلس الى باش يتعقد المجلس و28 اللي جاوا خاطر الحاجه الجديده اللي جات موجود لتو جات هي انه ثم 28 قاضي اتفقوا على بدايه حل وكان من ممكن ان نبنوا على اتفقوا عليه القضاة هو الاصوب باش ما نخلقوش شرخ اضافي عند القضاة. اذا كان نتصور وانا نحط افتراض انه 28 هذم وقت اللي يحسوا انه ما وقعش سامحهم وما خذاوش رايهم بعد الاعتبار هم ما يجيوش ندرى ال 12 الباقيين تو ال 12 الباقيين وممكن بعد راهو 28 مش ينقصوا ولا 12 مش ينقصوا خاطر ثم ناس تخرج في التقاعد للتقاعد في الاثناء لو ما يصيرش هذا شنو نعمل وقت وقتها بالحق مش نقروا الفاتحه على المجلس. الامر الثاني لو 28 نظام استجابوا لدعوه السيد رئيس المجلس واكدوا نفس الترشيحات الموجوده اللي خاطر تويك المبادره القضائيه فيها ترشيحات تاع ناس لسد الشغورات الموجوده في محكمه التعقيب والا في دائره المحاسبات ولا خاطر شغورات كبيره لو هذا ما يجي ويأكدوا نفس الترشيحات ما نكونوش خسرنا وقت كبير باش نعملوا دورة كبيرة ونخسروا الناس وراو الناس اليوم نقاشنا هذا قد يكون فيه قانون وآراء ترجح وراء مرجوحة أما راو اللي في فرنانا اليوم واللي في سليانة
ولا في بيجا ولا في تستور ولا في قبلي وبشي اليوم للمحكمة ويجيها مسكر ومقدرش قريته ما عندوش يعمل باللي نحكوا فيها احنا تو. هم الناس يهمهم أنه نلقوا حل والحل ضيب، حتى كان ثم ناس تحب تقول رام القضاة هم مسؤولين بشكل ما ويحبوا يفهمونا اللي راي عاركة طيب. بالقضاة نقول لك راي مش عاركة بالقضاة، حتى كي تعاركوا الأولاد أبوهم ولا أمهم الكبار تاع الدار هم اللي عليهم أن يفضوا المشكلة هذه، والدولة نحن نعيشوا في إطار دولة لابد أن الدولة تأخذ قصة من المسؤولية في تنظيم الأمور داخلهم وما تخليش ترمي بالمسؤولية على الصغار داخل الدولة. واضح جدا. سي فيصل بوسليمي نرجع معاك عن نقابة القضاة، أنتم مع فكرة هذه المبادرة التشريعية لحل هذه الأزمة؟ بل كنا احنا طلبنا أصلا أن المشرع يدخل لحل الأزمة هذه. علاش؟ أنت حبيت من الأول تختصر له ما نرجعوش سبب الأزمة، هو الأزمة في القانون. ونحب نبشر حتى السادة وأعضاء مجلس النواب حذايا أنهم قانون مجلس أعلى القضاء سيقع تنقيحه مرة ثانية ومرة ثالثة بحول الله، باعتبار أنه البرودوي اللي جا به القانون في بعض الغموض وخاصة بالنسبة للنقطة المتعلقة بالتفقدية، هذا مش موضوعنا. إذا التدخل التشريعي هو أي قانون يحتمل التنقيحات اختلاف القراءات ماهيش بدعة، ماهيش بدعة أولا ماهيش بدعة في تونس أنه قانون، لكن اليوم هذا القانون وليد وهذا المجلس وليد، حبيت نفهم معنى هذه النقطة. كان الوليد هذا يعطاه المفتاح قبل عند واحد بركة قالوا له بجاه ربي قيموا أنت خلي ديماري، ما حبش مشى على روحه. فما مجموعة نرجع لسي سلاح لكي 28 والعداد هي بالنسبة لي أنا ماهيش فرقة وتو نفسر لك علاش. لما وصل الأمر إلى أنه ما عادش عندنا شكون يدعو المجلس الأعلى إلى الانعقاد، قلنا راهو الترشيحات اللي عملتهم الهيئة الوقتية وعملنا قراءة في القانون في الدستور وقراءة في القانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وقراءة في الدستور الصغير والفصل 17 منه، قلنا راهو ما عادش فما حتى سلطة تنجم تسمي القضاة. عندنا زملاء محامين وعلى التنفيذ وسادة جامعيين وخبراء محاسبين في المجلس الأعلى للقضاء، لقاو هالتركينة تاع الفصل 36 قالوا نجتمعوا، وإجاوا اجتمعوا تجتمع المجالس القطاعية تسدوا الشغلات نتاعهم والمجلس الأعلى للقضاء يخدم على روحه. هذا من وقتاش؟ بعد أداء اليمين الدستوري من 14 ديسمبر. حكاية 28 سي سلاح كان نحسبوا احنا ليزاكت نتاع الأعضاء نتاع المجلس الأعلى للقضاء، عندك 21 دعاو للجلسة بالثلث وعندك 28 توا دعاو، كان نحسبوهم 21 28 هذوما 49 واحنا ما عندناش 49 عضو، توا عندنا تقريبا 40 كاهو. وكنا قبل نبهنا انه راهو حالات الفراغ اللي قادموا حالات الشغلات القادمه راهي اخطر. راهو كان الاغبياء ما يبدلوش رواهم، لا مو العمليه الحسابيه بتاع 21 ونولوا 49، ثم ناس اذكياء بغيروا رايهم وانضموا الى مجموعه في عضو مجموعه ولا كذا. توصيف الاغبياء والاذكياء ذاك عندك كنا كان الاغبياء ما يغيروش رايهم. انا ما نوصفش حتى واحد لا غبي ولا ذكي. مجلس واحد هو اثنين 28 وتقريبا تو كان لاحظت في الفي تي ار السيد وزير العدل كان اشار الحاجة، قال رئيس الجمهوريه قال يتفاهموا فاش إذا فما إطار دستوري وإطار قانوني. 28 هذوما اللي أمضاو، على شنو أمضاو؟ المجلس الأعلى للقضاء العدلي تقريبا مش موجود باعتبار الأغلبية غايبة على الاجتماع هذا تاع 28 اللي يسموه توافق. راهو التوافق معناها جهة مع جهة يتوافقوا، هذوما جهة كانوا سبب في الأزمة اجتمعوا مع بعضهم وحدهم وجابوا القضاء الإداري والقضاء المالي يرشح في العدلي وفيس فيرسا. المبادرة هذه كيفاش باش تمشي؟ راهو عباره ناس تقابلوا في قهوه وعملوا ورقه وبعثوا رئيس الجمهوريه قالوا له بالله يا رئيس الجمهوريه بما انك انت الحامل الدستور وانت رئيس الجمهوريه بالله اخرق الدستور. رئيس الجمهوريه ما ينجم يسمي حتى قاضي في الوظائف الساميه الا تبقى الفصل 106 من الدستور. والفصل 106 من الدستور اللي هو مازال ما دخلش حيز النفاذ، الفصل 106 من الدستور يعطي رئيس الجمهوريه سلطه ترشيح واحده اللي هي المجلس الاعلى للقضاء. إذا ينتصب المجلس الأعلى للقضاء ثم قوموا بالترشيحات هذه باش رئيس الجمهورية يصح فيهم. هذه ما سمي بالمبادرة التوافقية. الناس اللي تثبت في الأزمة بخصوص الترشيحات. وهنا مع الأسف دي ندخل في زملائي شوي. هذا إنسان تم إعلامه منذ شهر تقريبا بأنه سيغادر إلى التقاعد. خد جيت اجتماع وترقي روحك. ما هو عضو في المجلس الأعلى للقضاء سي رضوان الوارثي زميلي ونحترمه من كبارات القضاء ومن أنزه القضاة ومن أكفأ القضاة صحيح، لكن أنت يخرج لبروبي أفريل روتريت تعشني تجتمع وترقي روحك. نفس الشيء بالنسبة لسي زرمديني يخرج زادة لبروبي أفريل لروتريت
تاع شنو هي اجتماع مع مجموعه ويرقي روحه. والبكرة الترقيه فيها افي مالي وفيها برشا حوايج. مانيش بتنع زملائي بالفساد انه كانت النيه معناها مبطنه لانه باش تصير ترشيحات ريتروكتيف بما يعنيه من اوغمونتاسيون دو سالير وبرشا مزايا اخرى. ما نحبش انا نلعب الشيء هذا، لكن انت كان حريص بالحق انك المجلس الاعلى للقضاء هذا ينعقد، لانه سمعناه الكلام هذايا انه ناس امنيتهم المجلس الاعلى للقضاء ينعقد. انت خارج لتريت لو 1 افريل، انت شنيا تجتمع مع مجموعه وترقي روحك معناها بحيث التدخل التشريعي. علاش؟ لانه وصلنا حاله من الانسداد. هل انه التدخل التشريعي هذايا لتنقيح القانون يمثل تدخل السلطات، السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه في السلطه القضائيه؟ احنا راهو مع الاسف فما الاستقلاليه ما نسميها انا شخصيا على الاقل، ثم استقلاليه الوهم، استقلاليه الانفصال عن الدوله. رئيس مجلس النواب الشعب نتاع تونس، خيخيش هو رئيس الكنيست ولا رئيس ما نعرفش البرلمان تاع امريكا بشدو. هذا انسان منتخب شعبيا. ناهيك اختي امينه انه وكيل الدوله العام لدى محكمه التعقيب بباريس لما تم تسميته مشى يجري البرلمان قال لهم بالله نحب من عندكم شويه شرعيه شعبيه. اذا التدخل باش يكون في نص اجرائي ما عنده حتى علاقه لا بسير القضاء ولا بسير المجلس الاعلى للقضاء. يحجر التدخل في القضاء انه القضاء راه فيه دعاوى فيه احكام وفيه قرارات، هذاك نسميه تدخل. اما انه في نص اجراء وقت حلنا ما عاد عندنا وين نقدمه، نجم نلقاو حل تشريعي قانوني يحل المشكل او الازمه ليدعو هذا المجلس للانعقاد. مدام لمياء الماجري عن جمعيه القضاة، ردك على زميلك سي فيصل. والله انا نستغل ساعه الفرصه هذه باش نوجه التحيه لجميع النساء التونسيات بمناسبه اليوم العالمي للمراه والمراه التونسيه بالاخص، نقولها اللي هي ديما في صداره النضال وفي صداره التضحيه، نوجه لها تحيه اليوم. باهي انا مش باش نقول علاش احنا حرصنا على المناصفه اليوم باش يكونوا عندنا زوز نساء وزوز رجال ومن زوز هياكل مختلفه، مجلس نواب الشعب ومن القضاء، نحاولوا نخدموا بالمبادئ هذه زعما النسويه ان شاء الله تكرس في باقي المنابر الاعلاميه. تفضل. هي منها تو 3-2 تو. هل هم ما فماش افكار مختلفه؟ لا انا هوني انا هوني باش ندير النقاش ونسمعكم الكل حكم مبرر. تفضل. والله انا ماذا بيا اليوم كيف باش نحكيو على ازمه المجلس على القضاء، ما نحكيوش عبيد ضد عبيد وهياكل ضد هياكل وقضاة منقسمين، مش هذه هي المشكله راه مش صحيح، مش هذه هي المشكله. احنا اليوم في تاسيس المؤسسه الدستوريه اللي هي مؤسسه المجلس الاعلى للقضاء. احنا اليوم نحب نلقاو حل باش تتركز المؤسسه هذه وتبدا مهامها على خاطر عدم تركيزها بشعب حتى المحكمه الدستوريه. به اليوم احنا لازم نوصفوها الازمه هذه شنو؟ الازمه هذه راهي عمرها ما كانت ازمه قوانين. به احنا في جمعيه القضاة من الاول قلنا راهي الازمه هذه تتحل بسهوله وقت اللي السيد رئيس الحكومه يمارس الصلاحيه نتاعو ويمضي الترشيحات اللي عطتها له الهيئه الوقتيه للاشراف على القضاء العام. الهيئة هذه بالقانون مازالت بالأحكام الانتقالية مازالت تمارس في صلاحياتها إلى حين استكمال المجلس الأعلى للقضاء إلى تركيبته. هذه النصوص كانت واضحة سواء في النصوص الانتقالية في قانون الهيئة وفي النصوص الانتقالية للدستور وإلا في معناها في النصوص نتاع الدستور نفسها. السيد رئيس الحكومة امتنع على ممارسة صلاحيته وما كانش فما الطرح هذا نتاع اللي هو ما عندوش صلاحية باش يمضي، توا الطرح خاطر كل مرة تطرح حكاية جديدة. امتنع على ممارسة الصلاحية هذه بدعوى انه يلزم القضاة هما اللي يتفقوا بينات بعضهم، معناها حاب يقول كاينها خلاف بين قضاة وهي ماهيش خلاف بين قضاة، هي كانت فما مساله قانونيه مطروحه انك تمضي تمارس الصلاحيه نتاعك وينعقد المجلس بالقانون بهيبته كامله ومعناها ما يدخل فيه حتى واحد ويمارس الصلاحيه نتاعو. به كيما تنع السيد رئيس الحكومه رغم اللي احنا في جمعيه القضاة معناها طالبناه في عديد المرات باش ننهيوا الازمه وباش يتركز المجلس هذايا في احسن الظروف. تنعم قال يلزم القضاة يتفاهموا. به ثلاثة شهور الحكومة ما حبتش تمارس صلاحيتها بدعوى أن يلزم القضاة يتوافقوا. توافقوا القضاة. 28 قاضي مش قاضي 28 عضو من المجلس الأعلى للقضاء توافقوا وعملوا مبادرة تسميت مبادرة الرؤساء الثلاثة بما يعني صفاتهم هما الرمزية. توافقوا وقالوا احنا هاو عملنا مبادرة وتوافقنا وقدموها للسيد رئيس الحكومة وللسيد رئيس الجمهورية وللسيد رئيس مجلس نواب الشعب. معناها اللي كانت تستنى فيه معناها السلطة التنفيذية صار،
اللي عطلت عليه معناها المجلس 3 شهور. وقت اللي جات المبادرة هذه قالوا لي توا لا، توا باش نعديو مبادرة تشريعية ما عاد عندها حتى موجب، لخاطر انت معناها كدولة لا اعطينا الخفايا توا انتوما علاش كونتر المبادرة التشريعية هذه؟ وعلاش ايضا مع هالفكرة ولا الحل التوافقي بين القضاة في حين انه النقابة ضد هذا الحل التوافقي ومع المبادرة التشريعية؟ احنا مش حكيت انقسامات، مش حكيت انقسامات، احنا حكيت نحبوا نطبقوا القانون، تكون منهجنا متوافق مع الدستور ومع القانون وكيف كيف مع مبدأ التفريق بين السلطات واستقلال القضاء، خاطر احنا اللي صار هذايا الكل معناها من اول الثورة لتوا احنا ناضلوا من اجل تركيز سلطة قضائية مستقلة، معناها ما نجموش من بعد هالمسار هذايا الطويل نجيو اليوم نخرقوا هذايا الكل ونركزوا مجلس على القضاء مخترق وضعيف. مخترق بمعنى علاش؟ عطا نقول علاش به، احنا علاش نسندوا هذه المبادرة؟ نقطة مهمة جدا، خلينا نقدموا. باش نرجع باش نرجع باش نرجع، احنا الوقت يكفينا زاد. لا مش نحب نفهم، مش نحب نفهم كيفاش يكون المجلس مخترق ومستضعف. باش نفسر. احنا قلنا نسندوا هالمبادرة القضائية لأنها أولا نجحت، هما طالبونا بتوافق للقضاة وإحنا مشينا في التوافق من داخل المجلس هذايا ونجحت المبادرة وصحوا عليها 28 عضو من مجلس أعلى القضاء مقابل معناها هما على 40-28، معناها أغلبية دوتيغ أكثر من دوتيغ. به الحكومة هذه اللي قلنا عطلت له 3 شهور ما قبلتش هالمبادرة هذه، رغم اللي هي مبادرة نبع على القضاة وما فيها حتى تدخل من سلطة تنفيذية ولا من سلطة تشريعية في القضاء، هي مبادرة نبع من القضاة وناجحة وهذه تطلب من له وصار. دونك علاش باش نمشيو احنا المبادرة التشريعية اللي فيها برشا خطورة؟ المبادرة التشريعية شنو خطورتها؟ هي هذه المبادرة التشريعية هي مؤسسة خطيرة برشا، حتى في مجلس الدولة الفرنسي قال مش ممكن نلجؤ لها الا بشروط معينه، شروط محدده ومعينه. علاش؟ على خاطر المبادره التشريعيه تجي بوغ فاليدي، هي تسمى فاليداسيون ليجيسلاتيف، بوغ فاليدي خروقات. مثلا احنا اليوم شنو عندنا؟ حب المجلس الاعلى القضاء يلتئم اللول باجراءات خاطئه غالطه فيها خروقات. احنا توجهت الهيئه للمحكمه الاداريه اللي هي السلطه القضائيه واصدرت احكام وولت معناها السلطه القضائيه ال ستاتيو في الموضوع هذا واصدرت احكام وقالت راهو طريقه التركيز هذيك راهي خاطئه. شنو اللي صار؟ تجي توا السلطه التشريعيه تحب الفاليد الطريقه هذيك الخاطئه والاجراءات هذيك الخاطئه، الفاليد بتشريع يولي التشريع يقرر الاجراءات هذيك صحيحه. دونك هذه سيكراف وبتدخل من السلطه التشريعيه في القضاء معناها في الاحكام القضائيه. وعلاش انا نقول راهي خطيره؟ اختير على خاطر هي يلزمها تكون عندها شروط معينه باش تصير. اول حاجه لازمك عندك هيئه مراقبه دستوريه، خاطر تنجمش انت تعمل بدره تشريعيه بالخطوره هذه باش تنقح بها قوانين اساسيه بالخطوره هذه وتكون ما عندكش هيئه باش تراقبها ساعه الدستوريه نتاعها هذه باش تدخل في فصل بين السلطات، كيفاش تعملها انت وتخليها؟ وثاني حاجه يلزمها تكون فما مصلحه عامه تار او اختيره برشا باش انت تدخل سلطه تشريعيه في القضاء معناها وتجيب احكام قضائيه وتعمل خلافها معناها تفاليد الخروقات بقانون، لازم تكون فما حاجه اختيره واحنا ما عندنا حتى شيء اختير وما عندناش حاله طارئه. طيب. عندنا رئيس الحكومه موجود، عندنا التوافق بين القضاة موجود وعندنا كيف الترشيحات موجوده، ممكن معناها بهذا الكل السيد رئيس الحكومه ولا السيد رئيس الجمهوريه هما زوج سلطات ومؤسسات موجوده يتحملوا مسؤوليتهم التاريخيه ويمضيوا على الترشيحات بتوافق الاغلبيه من المجلس الاعلى للقضاء ونتخطاوا الازمه هذه ونركزوا في كنف احترام الاستقلال القضاء وفي كنف احترام التفريق بين السلطات. هاجر هوني انت عضو مجلس نواب الشعب، يتم الزج بربما مجلس نواب الشعب والسلطه التشريعيه في مشاكل بين القضاة معناها. بربي خليني نقول ساعه ما نراش انا مبادره تشريعيه هي زج بسلطه معناتها سلطه تشريعيه في خلاف بين القضاة. أنا قلت في أول المداخلة متاعي يجب الكف عن التراشق بالاتهامات، يعني اليوم مش لازم نحملوا معناتها فما زادة استمرارية في الدولة وفي مؤسسات الدولة وما يجيش نقعدوا نحملوا المسؤولية لطرف معناها ضد طرف آخر. احنا اليوم المفيد بالنسبة لنا هو حل الأزمة، واحنا اليوم أمام ما يسمى بنظرية، وانت قريت قانون إداري وتعرف نظرية الإجراء المستحيل، يعني اليوم فما حتى سلطة قادرة بمقتضى فصل
قانوني أنها تقوم بتسمية هذه عداء هذا المجلس. لكن تركيبة هذا المجلس، التركيبة الدستورية ربما اللي تؤدي لهذا المجلس، المونتاج كونستيتيوشنيل هو اللي ما كانش سليم. دونك فما احكام انتقاليه في الدستور، فما القانون بيدو، يعني فما التركيبه اللي قالت لهذه الوضعيه نتاع الاجراء المستحيل، واليوم لازمنا نلقاو حل. يعني ماناش باش نوصلوا لشلل المؤسسات، الدوله عليها ملء فراغ الدستوري، لانه كما تعرف إرساء المجلس الأعلى للقضاء زيادة على أنه، سمحني دقيقة معناها نكمل الفكرة، زيادة عن أنه سيقع إرساء هذا المجلس ضمانا لاستقلالية القضاء إلى آخره ولتنظيم سير مرفق القضاء، هو زيادة اللي من بعد باش نجموا نعملوا المحكمة الدستورية، لأنه مس على القضاء هو اللي يرشح زيادة أعضاء للمحكمة الدستورية. دونك فما توتام بروسيسيوس مربوط ببعضه، وهذايا يعني اليوم لازمنا نغلبوا مبدأ إرساء المؤسسات الدستورية على مبادئ أخرى اليوم، لأنه هذه حاجة ضرورية. خليني فقط نقول علاش هذه نظرية الإجراء المستحيل. أنا قلت اليوم معناتها وسي فيصل فسر كيفاش بالدستور رئيس الجمهورية غير مختص ورئيس الحكومة، لأنه الأحكام اللي تستمد منها اختصاصه انتهت، ونفس الشيء بالنسبة للهيئة الوقتية. اليوم الحل، احنا مانيش ضد أنه يجتمعوا القضاة وهالمبادرة هذه، شرط أن يكون ذلك في إطار قانوني، يعني في مجلس واحد، وفي مش في عريضة كما قال تلموا البرة ويصحوا ورقة ولا عريضة، يزم يكون فما اتفاق في نفس المجلس. احنا حبيت نعطي معلومة ربما مهمة، أنه غدوة في لجنة التشريع العام استدعينا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للاستماع إلى أعضاء المجلس، لأنه احنا توا كلنا نحكيه على هيكل، لكن الأعضاء المعنيين بهذا الهيكل موقعش ربما الاستماع لهم، ما لينهمش معناها يحكيوا ولا يعبروا على هذه، على الأقل ربما تكون نقطة إيجابية لصالح معناتها فض هذا النزاع. احنا ما نراوش مانع انه يتفض النزاع قبل المبادره، لكن المبادره كما قلت هوني سي سلاح نعاود نتمسك، على خاطر انت قلت باش نقراو عليه الفاتحه. دونك بالحق احنا امام مريض، خليني نقول مثال مش قدام مريض ولكن قدام عمليه قيصريه سننقذ بها الام والجنين، يعني هذا مهم جدا اليوم. انا نتوصلوا الى حل توافقي، وراهو ماهوش لا يعتبر ذلك. ونخلي سي فيصل ربما يجاوب على التأهيل التشريعي اللي قالت عليه الأخت. خليني نتحدث على تنظيم القضاء، راهو من مبادئ القانون الإداري، وهذا فقه قضاء راسخ في القضاء الإداري وحتى في القضاء الإداري الفرنسي، التمييز بين ما يتعلق بتنظيم القضاء وبتسيير القضاء. هذا ما يعتبرش تدخل في القضاء. جدا. حبيت ياسر تعريف التفسيرات القانونيه باش الناس تفهم. مع الاسف هي هذيك المحكمه. بالنسبه اللي اشرته زميلتي السيده لميا المحترمه صار بخصوص مخترق هذيك، والله انسان زاد السيده امينه كيفاش تفاجات بالكلمه بخصوص تاهيل تشريع. انا تفاجاتش، انا طرحت السؤال باش نفهم دوري، اما اني افاجئ ما عنديش احساس. بالنسبه للتاهيل التشريعي، شروط التاهيل التشريعي غير موجوده في المبادره هذه. اولا لانه ما عندناش احكام باته في الاصل، عندنا احكام من المحكمه الاداريه فاش في تاجيل التنفيذ، من با ايقاف التنفيذ. اثنين عندها مصلحه، عندها مساس بالمصلحه العامه، هذاك سي با لو كا. دونك منين جاء التاهيل التشريعي؟ عندنا احكام باته في الاصل هو مش تاهيل تشريعي، تاهيل تشريعي احنا في الليل لو تيرم جوريديك الصحيح هو يتسمى التاهيل التشريعي. احنا ما عندناش احكام في الاصل، مشات المحكمه في اتجاه معين باش يجي المشرع ويقول لا ويكسر، اعطيني شنو الاحكام اللي صدرت. علاش يحكم مصدر في الاصل احنا في المحكمه الاداريه؟ فما تعهد القضاء بالمساله، القضاء تعهد إداري. تعهد القضاء الاستعجالي احكام باته يا لمي، رانا قضاة يحكي تأهيل التشريع يقول احكام باته. سي فيصل الاحكام الباته ما تجي كان في الاصل. سي فيصل تعهد القضاء بالمساله هذه سيء، لما نتاع جوستيس محطوط على المساله هذه ما عادش ينجم يدخل فيها المشرع. الاستعجالي هو قضاء، وبالعكس هو نظرها في ايقاف هالاجراءات هذه الاجراءات ما وقفتش في تاجيل التنفيذ. هو هذاك ما يصير كان في الحالات الاختيره برشا اللي تعرف فيها فما انحراف كبير
قاعد يصير وقتها تتدخل المحكمة الإدارية وتأجل تنفيذ الإجراءات هذيك اللي بدأ بها أعضاء بعض الأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء لتركيزه بخرق للإجراءات اللي موجودة في الدستور. مثيل يا أختي لمية، أنت تشير تقول بالله مو يجتمع هذوما 28 وخلنا بقى رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية، صح راهو الاختصاص إنه سو بريزوم با، لا يفترض الاختصاص، يلزم نص صريح النص ومتعلقات النظام العام والمحكمه الاداريه تتمسك به. النص الصريح كان الفصل 17، وقلنا الفصل 17 هذايا منذ ني حكومه السيد الحبيب السيد الثقه راهو اسقط طاح. شكون اللي طايح؟ الفصل 94 من الدستور يقول اللي السيد رئيس الحكومه ينجم مش نقاش يكملوا، هما مش نقاش، هو ماهوش نقاش ثنائي معناها، ومش باش نناقشوا هما الساده المتفرجين والراي العام هو الاهم باش يفهم الحكايه هذه. ماذا بينا كان نبسطوا له وما ندخلوش في الحاجات التقنيه ولو انها مهمه على اهميه، اما اللي نجم انا نقول وقت اللي يتعهد القضاء سواء استعجاليا سواء في الاصل ترفع الايادي الكل على المساله وتحط يد القضاء اللي مازلت باش تبت، هو غيزون دو بلوس القضاء مازال باش يبت، واحنا هزيناها في ساعه وهربنا من المساله هذه. طيب في احنا تصوير اخير، تصوير اخير 94 سمالي امان ما عادش تحكي توا على السجون القانونيه، خلوني انا نفسر لكم حاجه فهمتها. بالنسبه لكم انتم الحل يجب ان يكون قضائيا معناها القضاة تاع المجلس الاعلى القضايا القانونيه، وبالنسبه لنقابه القضاة نجم الحل يكون في مبادره تشريعيه. اين الاشكال؟ وانت قلت انه المبادره التشريعيه الهدف منها التنقيح الإجرائي للقانون مش الجانب المحتوى أو باش تمس من التركيبة أو غيره. سيسلاح نحب نوضح حاجة خاطر ثم برشا كلام تقال مش دقيق. تفضل سيدي. هي الحكاية كل منين جاية باش الناس تفهم ومش باش تدخل في النصوص القانونية رغم كنا قانونجية معناها. هي أنه ثم شكون الحاسب الهيئة الوقتية على الإشراف على القضاء العدلي حاسبها على الجمعية. وعلى أساس هذه على الجمعية ثم أكيد قاطع انتخابات الهيئة هذه. والتسميات هذه على اساس راهي فايده الجمعيه لاصلاح نتائج الانتخابات اللي ما كانتش لفائدتها. ويبدو ان الحكومه خذيت الصف زاد المقابل للهيئه. وذاك علاش سيد راس حكومه ما صححش على التسميات تاع بعض القضاة في السامين. وهذا علاش ما صححش؟ قال توصي فيصل راهو ملي جا سي الحبيب السيد ما عادش عنده الحق. مع هذا انه سي الحبيب السيد ومن بعده سي يوسف شاهد بقاو يصحوا. وحتى حد ورئيس الجمهوريه ما صح حتى في امر تسميه. ويعرفوا اللي هما لحد 17 جانفي اللي فات السيد رئيس الحكومه السيد يوسف الشاهد صحح في التسميه نتاع السيد الوكيل العام نتاع تونس باستهداف تونس. وهذا تو كي تقول لنا كي يسالنا علاش هذا قالوا صحيح راهو صح وراهو التصحيح هذيك نورمالمون غالطه، اما نحن راهو السيد هذا بدا يخدم من جويليا والقرارات اللي خذاهم قرارات كبار، ولهذا باش ما تبطلش هكا العمل نتاعه وتنجم ثم ياسر حوايج تدخل بعضها انا وصحنا السيد يوسف الشاهد. انا اعتقادي انه تسميت لا سبب هذا برك لا لا من الاسباب هذه لا قلنا هي ترشيحات من بعد المهم المهم بلا سفاسه صح ولا ما صح؟ لا رجال القانون لا لا صح ولا ما صح؟ تسقط الدعوه بمرور الزمن لا رجال ونساء قانون صحح السيد يوسف الشاهد 17 ولا ما صح؟ صحح في 17 وصحح والحال انه هو الحجه ما صححش في التسميات اللي صدرت على هاي الوقتية خاطر انا ما عنديش الحق الصح. التي علّه هو انه راهو خاطر باش ما تبطلش اعمال. معناه يحب يصح في حاجات وما يصححش في حاجات. هو مش يحب صحح وما صححش في حاجات. وهذا علاش؟ على اساس يعتبروا الهيئه الوقتيه ماتت اللي ترشح، راي من الاراء. ونحكوا على شابي اللي في فرنسا ولا نحكوا على فقه القضاء الفرنساوي والفقه القضاء التونسي. راهو ما نمشوش للاشياء دي الا كي يبدا النص ساكت وما عادش. مصدر القانون فوق القضاء لا سامحني. مش فوق القانون ما يعرفش القانون. لكن ما يعرفش القانون وقت اللي القانون وقت اللي فما سيلونس في القانون لازمنا. لا ما تقصش علي يا مدام هيك. شابوي ولا على روسنا من فوق ومحكمه الاداريه كيف كيف والقضاء الاداري الفرنساوي كيف كيف معنا حتى هات الجانب القانوني على جنب. الجانب القانوني الجانب القانوني انه هذه الهيئه الوقتيه نورمالمون تبقى حيه لحد ارسال المجلس، ما فهمش حتى واحد يقول المجلس ارسال. خلينا نقراو الجانب السياسي، الجانب السياسي موقف السلطه التنفيذيه او الحكومه من هذا الوضع اليوم. السلطه التنفيذيه خذيت استفت وراء معناها استفت وراء النقابه موقف النقابه مثلا المعارض للهيئه الوقتيه واللي هي مسميه على الجمعيه. واحنا راهو من مش متوي كي بدينا في 21
ديسمبر خرجنا بيان دعينا فيه السيد رئيس الحكومة أنه يمضي التسميات هذه وينحي منها ما هو مخالف القانون، خاطر التسميات هذه مقترحة راهي وقع اقتراح فيها شخص نقلته بدون إرادته وهذا يعتبرناه غلط وقلنا لا. اللي يقول تو سي فيصل راهم جماعة تقابلوا في قهوة، رانا نحن اليوم نعانوا من مشكلة كبيرة، من مشكلة الكبير، الكبير اللي ما عادش موجود حتى في بقعة لا في الدوار ولا في الدار ولا في الإدارة ولا في المحكمة ولا في القضاء. أظام رؤساء أجلاء منهم سي رضوان الوارثي هذا هو يعرفوا اللي من أحسن الناس خلقا وكفاءة، هذا السيد هذا اللي ممكن يستشف من كلام سي فيصل كأنه هو يرشح روحه، راهو مش صحيح مش دقيق الكلام هذا، خاطر ثم ترشيحات من 2 ديسمبر ثم ترشيحات 19 من 2 نوفمبر ثم ترشيحات من 19 نوفمبر، وهذه جت المبادرة هذه جت باش تأكد الترشيحات هذيك مش لإنشاء ترشيحات جديدة. دونك وقت ترشح سي رضوان الوارثي وقع ترشيحه في 19 نوفمبر ما كانش مش يخرج في اخر ديسمبر، راهو تويك باش نحكوا نحن عليه، راهو ما رشحش روحه باش ياخذ منافع ولا ياخذ اشياء. جست فقط نحب ناكد انه راهو وجهنا السيد سؤال شفاهي للسيد وزير العدل في كنت حركه مشروع طوش وزهنا من نهار حضر نهار 24 جافي على ما اذكر وجاء وحكيها النظريات هذه، والنظريات هذه مش نخرجوا منها، راهو نبقوا الغدوه تو نحكيو تو تجي حجج لفايده الراي هذا حجج قضيه فايده الراي هذا. باش نقول لك احنا كي نسبقوا نحن لازمنا شنو نعملوا؟ لازمنا نسبقوا الحل ان نحن نعملوا المجلس على القضاء، خاطر تشرشل في الحرب العالميه الثانيه وقت بريطانيا قاعد تقصف من النازيه خرج تحت الركام قال لهم مش نحوال القضاء، قالوا له لاباس، قال لهم مال بريطانيا لاباس، ونحن من الاسباب اللي توصل اليوم مش لاباس، وهاك انت اللي جاي في برنامجك واللي عديته البارح واللي مش عديه بعد غدوه، خاطر من اسبابه انه القضاء مش لاباس، واحنا معولين على تعقل القضاة اولا وعلى السلطه اللي هي البارح عجبتني انا كلمه نتاع عنا زميلنا في المجلس قال من اشعل النيران يطفيها، واعتقادي من اشعل النيران هي السلطه التنفيذيه، هي السلطه التنفيذيه اللي اعطيناها النصوص جميلة إلى حد ما، النص هذا موجود وموقعش تطبيقها، واليوم بعد ما تفاقمت تو شوف هي الحكاية منين خرجت؟ لا بدت المشكلة بدت من آخر ديسمبر من آخر نوفمبر من آخر نوفمبر، هاي وقتاش تفكرت السلطة التنفيذية تفكرت اليوم باش تعمل مبادرة اليوم تعملها بعد ما تعفن الوضع وما عادش ينجم يتحل، ومازلنا لاباس إن شاء الله مازال ثم أمل، خاطر المبادرة هذه مازال سارية، المبادرة القضائية مازال سارية، ونحن رانا داعمينها في حركة مشروع طوس وفي الكتل الكل في برشا كتل في المجلس راهي داعمين المبادرة القضائية. واضح حاجد سي فايس بون باش نعقب على كلام سي سلاح بالنسبه لبعض التسميات لم يقوا بعدهاش كنا احنا واضحين احنا رجال قانون، كان باش نحكيو نحكيو قانون ولا باش نحكيو واقع، انا كان باش نحكي لي قانون انا واضح كل ترشيح هو باطل لكنه تحصن بعدم الطعن فيه في الاجال القانونيه، نحن نعرفوا عندنا دعاوى تسقط بمرور الزمن هذاك شعطان القانون ما عندي ما فركس حاجه اخرى. اتبقى خل جانب السياسه تو احنا خلاص نحكي على مزاد مش انا ما نجيبش تحكي لا خاطر ايش نقول لك سي فيصل كي نسمعوا معناها الموقف نتاع الجمعيه منطقي وعنده لي زارغيمون نتاعو الا النقابه منطقي وعندها لي زارغيمون نتاعها والقانونيه والسياسيه وغيره احنا عطينا قراءه قانونيه والوضع فهمت ولكن بعد يلزم يتحل المشكل احنا عطينا قراءه قانونيه وقلنا لهم اللي عنده عكس القراءة هذه أحيانا مش أنت تعرف مليح اللي في تونس من 2011 أحيانا القراءات القانونية هي اللي تعمل المشكل والحلول السياسية والتوافقات هي اللي تحل المشاكل. شوف التوافقات السياسية نجم يتوافق كل إنسان نجم يتوافق يتوافقوا في الكورة يتوافقوا في طرح كارتا في القضاء لا مش باش يتوافقوا باش يخرقوا الدستور. إحنا واضحين أي دعوة ممكنة بل أكثر من هكا واحنا وشخصيا وتقابلت انا وسي سلاح قبل لانه من الناس اللي بصراحه جديين وصالح لحاله الازمه وتقابلت انا وسي سلاح قبل قلت له تصير الدعوه تبقى الفصل 36 لانه ذاك المخرج الوحيد اللي عندنا ثم هاتك الترشيحات اللي تحب الهيئه ترشحهم دخلهم في المجلس الاعلى للقضاء ورشحهم السيد رئيس الجمهوريه وهذا كان في شهر ديسمبر على ما اعتقد سلاح في شهر ديسمبر تقابلنا نعم طيب معناها جميع الحلول اللي كانت ممكنه واللي كانت موجوده معناها هو راهو صار تغيير ادوار تم استيفائها اليوم كان المبادره التشريعيه لا سامحني امين راهو صار تغيير ادوار اللي دعا للتوافق قبل اللي هم مجموعه ال 21 واللي لقاوا الحل هذاك امام الاجراء المستحيل قلنا الدعوه تصير تبقى الفصل 36 من قانون المجلس الاعلى للقضاء راهو صار كاينه الناس هذوما فشلوا فهمتي جاوا ناس اخرين ما تعرفش كيفاش مال سيدي هاو احنا البارح سني سي سلاح قال لي وكان المجموعه 28 يقوموا بالدعوه تبقى الفصل 36 قلت لهم نرجعوا لكاس ديبار نرجعوا للدعوه الاولانيه تاع شهر ديسمبر تولي فاليد باهي لم
شوف انا نحب نقول حاجه هي اساسيه على الاخر. راهو صحيح الزمن مهم برشا، تركيز المجلس على القضاء هذه حتمي لازم يتركز تويكا، لكن مش مهم كان نركزوا المجلس على القضاء كيما جاي. راهو كان عندنا مجلس على القضاء في عهد بن علي راهو وكان مخترق وكان ما عنده حتى اهميه وكان مجرد سوري معناها مجلس على القضاء. احنا اليوم نحب نركزوا مجلس على القضاء يكرس استقلال القضاء، نركزوه وهو يكرس استقلال القضاء. اش نحب نقول انا بالنسبه للانضائيات هذيك، خاطر ساعات احنا نقولوا هذوما لازم يكون موجود الهيكل حتى اليوم، وعلى اعتبار وانه الهيكل القضائي مختلفه، فما نقابه فما نقابه قضاء العدلي والاداريين وغيره، بالتالي معناها ما ينجمش يكون عنده تجاوزات او غيره. هذا المجلس هي مش مشكله اراء، هذه مشكله شرعيه، يلزموا مجلس شرعي ويلزموا يحمي استقلال القضاء. هذه اللي حشنا به اليوم بعد الثوره حتى كان تم ارشاد من بعد عمليه المراقبه نتاعو. هي إرادة سياسية أنه ما يكونش المجلس هذايا يحافظ على استقلال القضاء. هاو باش تو كي نقولوا على الإمضاء، راهو تو ما عنده حتى نص السيد رئيس الحكومة باش يمضي. أنا نقولوا لي عنده نص السيد رئيس الحكومة باش يمضي اللي هو الفصل 94 من الدستور اللي يقولوا نجم يمضي في التعيينات الفردية. والسيد رئيس الحكومة مصدر القانون في أوت 2015 يحدد الصلاحيات. أنا ما قصيتش عليك سي فايزي، خليني ما نسالش من بعد كان أنا غالطة، أنت صلح اللي تراها. تفضل باش نختموا به. السيد رئيس الحكومة بالفصل 94 أمضى برشا إمضاءات، منهم مندوبي الدولة في المحكمة الإدارية، منهم رؤساء الأقسام في دائرة المحاسبات، منهم السيد الوكيل العام في محكمة الاستئناف. هو أمضى، معناها ماهيش كيستيون تاع قانون، هي كيستيون تاع إرادة سياسية. هو باش نقول لك علاش هي إرادة سياسية، في أنه المجلس هذا يكون ضعيف وما يكونش ضامن لاستقلال القضاء. خاطر كان جاو هما بالحق المبادرة التشريعية هذه المجرد معناها انعقاد المجلس اللي هذا لكن وزير العدل مش مجرد انعقاد، هو قاضي أي وزير العدل، احنا نحملوا المسؤوليه وزير العدل. كان جاي للانعقاد فقط، يحبوا يحلوا مشكله الانعقاد اللي هي تحلت سيب التوافق هذيا، وقالوا لكلنا معناها لدوتيغ احنا موافقين وترشحات هذه يمضي عليها سيد رئيس حكومه ولا رئيس الدوله واحنا موافقين. كان جاو حاجتهم بالانعقاد فقط، راهم ما مروش للنساء. تعرف ان المبادره التشريعيه هذيا خليت معناها خليت الانعقاد وزادت تمرت للنساء. علاش احنا علاش ماشيين للنصاب؟ علاش تعرفش معناها النصاب؟ معناها كيفاش تتخذ القرارات داخل المجلس الاعلى للقضاء؟ أغلبية الاصوات في المجلس الاعلى للقضاء مشيت وعملت فصل في المبادره التشريعيه هذه وما نعرفش محله، قالت اللي ما عادش النصاب هو النصف ولا النصاب هو الثلث. احنا كي نقولوا النصاب الثلث معناها المجلس الاعلى للقضاء 45، النصاب نتاعو يولي 15. هو ديجا ناقص اعضاء المجلس. كيف باش يتكون لاحقا؟ خاطر ما تهمش كان تكوينه. علاش قلت لك تدخل في سيره؟ تدخل في السير اللاحق كما قالت مدام هاجر، هو مش حتى في التكوين، وانه مش من حقه حتى في التكوين، النصوص واضحه والقضاء عطى المبادره. اما هو دخل في التسيير من بعد قال لك الاغلبيه باش تكون الثلث، معناها هو دخل اضعف الاغلبيه واضعف واضح. معناها النصاب باش بيان سور هي الدوله كي تحب تضعف مؤسسه تضعف لها النصاب نتاعها وتضعف الواحد، معناها اغلبيه القرارات تاخذ فيها تولي مثلا 2500 قاضي اليوم يحكموا في ينجم معناها تمر فيهم تمر قرارات معناها تتحكم في مسارهم المهني والوظيفي وكل شيء، يحكموا فيهم العادلين 2200 تحكم فيهم ثلاثه اراء فقط، ثلاثه هاجر ثم فيصل ثم سلاح ونختم. تفضل. شوف انا في هذا ما نوافقش معناتها الزميله، كي نشوفوا محتوى المبادره ما هو الاشكال زاده في المحتوى. احنا قعدنا من حيث الشكل هات نشوف من حيث الشكل، احنا قاعدين من حيث المبدا نحاولوا نفسروا زاد للمتفرج باش ما يضيعش علينا باش يتبعنا ويفهم الاشكال، ولكن المحتوى هو تقريبا زوز فصول تتعلق بالنصاب وبالدعوه. زاد احنا الهدف شنو زاد؟ الهدف زاد انه نتفاداو شلل المؤسسات، يعني مش معقول اليوم راهو شلل المؤسسات يؤدي الى نكران العداله، يؤدي الى تهديد الديمقراطيه، يؤدي الى تهديد ارساء مؤسسه دستوريه دائمه، هذا مش معقول. النصاب اللي تقولنا الاخت معناتها من نصف هبط للثلث، راهو جميع المجالس المنتخبه ثلث، احنا في مجلس نواب الشعب بثلث نجتمعوا وبثلث ما حتى نجموا ناخذوا القوانين نتاع البلاد، فما بالك معناتها مجلس يعني قطاعي خاص بتنظيم مرفق القضاء. هذه انا بالنسبه للنصاب زاد ما نخليوش معناتها الشلل. الحاجه الثانيه نتاع دعوه رئيس مجلس نواب الشعب هو حل
توجد يعني لحل الأزمة، على خاطر احنا نذكركم شوية بالتاريخ. المجلس الوطني التأسيسي، يا اخي شكون عيط له المجلس الوطني التأسيسي؟ ما هو الرئيس الجمهورية المؤقت، يا اخي كان فما مو تحل البرلمان قبل دوك ما فماش رئيس برلمان باش يدعو، باش يلزم ديما فما سلطة تبدأ باش نحطوا السلطه الاولى، ومن بعد رئيس مجلس التاسيسي هو اللي يدعم مجلس نواب الشعب. طيب. دونك حبيت سامحني ان نختم الفكره، هذا هو هي حل استثنائي. المره الاولى رئيس مجلس نواب الشعب هو اللي يدعو المجلس للالتئام، ومن بعد يولي فما اون سوكسيسيون معناتها بين المجالس. نعم. هذه ما لازمناش نكونوا يعني رافضين الحلول. احنا اليوم قدام، باش نختم كلمتي، نظريه الاجراء المستحيل، واحنا اليوم يلزمنا احنا فيها بيس راهو ماشيين احنا بيدنا، وسي سلاح هوني نشاطرك الراي ونشاطر الزملاء، انه لو كان بالاعتماد على الفاس 36 نوصلوا الى توافق يا حبذا ماذا بينا احنا بيدنا نوفروا عناء وعمل على لجنه التشريع العام اللي عندها معناتها ترسينا من القوانين بصدد معناها الدراسه. نعم. طيب. الى ما فماش يكون هذا حل انسب. سي فيصل، بالنسبة للنصاب يظهر لي السيدة هاجر أتت على المسألة، بالنسبة حبيت برك نوضح لزميلتي سيدة لامي، بالنسبة لفصل 94 من الدستور رجعتوا لي للفصول، تخلينا كلمة ختامية باهية هكا على اون نوت بوزيتيف، إمكانية التوافق، الحلول السياسية. التوافق يا أختي، شوف التوافق زينا من الفصول وغيره. في البلاتو هذي حضرت بعدك وفي عدة بلاتوات صحيح في التلفزه، كنا دعينا يا مجلس اعلى القضاء بربي اجتمعوا وتوافقوا، تبقى راهو الاجتماع. لا مو القضاه الكل وراهم هيك، اليوم عندنا جمعيه وعندنا لا 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 شو شو احنا ما نتحكموش الاداريين والعدليين، ما خلينا 80 قاضي اللي تم عزلهم وقتها نودين بحيرك. بربي يا امينه هي ازمه قانونيه، احنا يا ليت نلقاو لها حل سياسي، ولكن الا ما فماش حل سياسي نلقاو حل قانوني. بربي رانا ماناش اوصياء لا على المجلس على القضاء، ما فيهوش قضاة، راهو فيه محامين وعدول تنفيذ واساتذه جامعيين، معناها مخلط المجلس، مش راهو الوصايه عند النقابه ولا عند الجمعيه، ماهوش عارف احنا ماذا بينا على التوافق هذايا رانا نعاودوه، قلنا تبقى عنده يلزم يكون عنده اطار قانوني دستوري، الاطار القانوني الدستوري هذا يبدو انه غير مرحب به، على هذاك تفرض روح المبادره التشريعيه كحل اخير. واضح جدا. سي سلاح نختم بربي. نشكرك. نعم. على اهتمامك بالموضوع، خاطر ما بقيناش خرجنا من دايره التمساح وما يشبه التمساح من الاحداث. ونحب نقول ونحب نقول المجلس على القضاء ما يهمش القضاة ولا اللي فيه ولا يهم فقط، راهو المجلس على القضاء موجعول للمتقاضين اساسا. علاش؟ خاطر المجلس على القضاء يحرص على زوج حوايج، حسن سير القضاء. نعم. ونحكوا على الاستقلاليه. نعم. حسن اليوم الناس اللي متضرر حقوقها خاطر ما ثمش دوائر المجتمع، خاطر المحاكم ما تخدمش، ثم محاكم معطله تماما بفضل بسبب هذا. نعم. اليوم الناس اللي تحكي على تعديل دستور ساعات ونحن ما عندناش محكمه دستوريه اللي لابد انه يمر عبرها اي تعديل للدستور. نعم. هل الاشياء هذه الكل اليوم احنا المضرورين، شعب المتقاضين هم مضرورين، القضاة بيدهم متقاضين محتملين، الناس الكل متقاضين في الاخر، وحريصين على انه المجلس على القضاء انه يتركز، وذاك علاش احنا مع مبادره الساده القضاة الموجوده، وان شاء الله نحاولوا تكون مطابقه للقانون والناس تدفع في الاتجاه هذا، خاطر القانون راهو شوف كيما كرة القدم، ثم شكون لا ثم شكون يمشي شو يماركي به بوتويت، ثم شكون يجنقل به تجنقيل برك راه مش مجعول الكرة للجنقيل. كلمة في 20 سكوندة. والله انا نغتنم الفرصة انه السادة النواب موجودين، على خاطر هالمبادرة التشريعية هذه فيها حاجة خطيرة، انا مش باش نخطب بالخطورة لكن بالحق يلزم التنبيه لها. اللي وقت اللي يجي النقطة الرابعة تقول لك راهو معناها الدعوة هذه اللي باش يعملها السيد رئيس مجلس النواب لانعقاد المجلس على القضاء غير قابلة لأي طعن من الطعون حتى على وجه معناها الطعن في تجاوز السعر الاداري. الدعوه مش خنكل خل نخدموا مش خنكل هذيا هما هكا انا نقول الى امبليك مجلس نواب الشعب لانه معناها باش يصادق على قانون من نوع هذايا اللي يضرب في العمق زوج ضمانات دستوريه اللي هما ضمان التقالي وضمان حق الدفاع. واضح جدا. نجاوبوا عليه خاطر ماهوش قرار اداري. هاكم قلتوا ماهوش قرار اداري، هذا في حد ذاته اجابه. لا يؤثر في المراكز القانونيه للافراد، هو مجرد دعوه. والله واضح، والله مجرد دعوه. متفرجين الكل فيه. مجرد دعوه. انا زاد عاودت اخي الشيل بس تفتح فيها قدام القضاء معناتها ما عندهاش اثر. واضح جدا، يعطيك الصحه.
تخي شكرا لك سي فيصل بوسليمي رئيس نقابه القضاه التونسيين يعطيك الصحه. سيد هاجر بالشيخ احمد عضو مجلس نواب الشعب عن افاق تونس. سي سلاح البرقاوي عضو مجلس نواب الشعب عن كتله الحره لحركه مشروع تونس. السيده لميا المجري عضو الهيئه الاداريه لجمعيه القضاه التونسيين شكرا لك على حضورك معنا اليوم على كل هذه التوضيحات. بعد شويه نحاولوا نفهموا شنو صار في تونسير اليوم اكثر توضيحات مع ضيفنا سيد معز برجب. تقعدوا معنا نعملوا بوز صغيره وراجعين. سيد مرحبا بكم.